مساكم الله بالخير. اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. تمردت قوات فاغنر على روسيا وهي اللي كانت سبب في التفوق الروسي في أوكرانيا مؤخرا، هي اللي احتلت دونباس أو سيطرت على دونباس، وهي اللي قامت بعمليات يعني نوعية في حرب أوكرانيا ورجحت كفة روسيا بعد أن كانت القوات الروسية عاجزة عن التقدم في فترة من الفترات أو عاجزة عن المحافظة على المناطق اللي سيطرت عليها. يعني هي كانت القوة الضاربة فعليا في أوكرانيا أو في الحرب الأوكرانية الروسية. قبل هذا كانت فاغنر هي أيضا اللي رجحت كفة روسيا في القرم سنة 2014، وكان أول ظهور لها يمكن سنة 2012 في حرب سوريا. أيضا كانت القوة الضاربة الروسية اللي رجحت كفة النظام السوري في روسيا. قبل 2012 ما كان لها أي وجود يذكر، يمكن تأسست قبل هذا فترة بسيطة. أسسها شخص كان بداية حياته مجرم مع يمكن عصابات أو ما إلى ذلك، يقومون بأمور بالشوارع، تم القبض عليه وحكم بالسجن وسجن 9 سنوات. طلع من السجن قام يسوي نقانق، يتحكمون عليه حين يسمونه بياع النقانق، وبعدين صار عنده أكشاك كثيرة في سان بطرسبرغ. بعد هذا الأمر تطور مجال الأعمال عنده وأصبح يمتلك مطاعم راقية في سان بطرسبرغ. هني تعرف على بوتين اللي كان يزور مطاعمه وحب يعني المطاعم هذه، وصار يعزم ضيوفه. بوتين صار يدعو ضيوفه دائما إلى يعني العشاء في هذه المطاعم الفاخرة، وتوطدت العلاقة إلى أن أصبح يزود. طبعا هذا كرملين قبل لا يحكم الكرملين، قبل لا يصبح حاكم لروسيا بوتين، لما حكم الكرملين أصبح يعطي عقود لهذا الشخص لعمل الأكل في الكرملين. بعدين تطور الأمر وأصبح يأخذ عقود بمئات الملايين لتزويد الجيش الروسي بالمؤن. يبدو أن هني تولدت عنده فكرة إقامة شركة خاصة للمرتزقة اللي يقاتلون مقابل المال لصالح روسيا، القيام بعمليات خارجية تخدم مصالح روسيا. وبالفعل تأسست الشركة وقدم العرض لوزارة الدفاع مدعوما من بوتين، وتم تأسيس الشركة واستعان بضباط سابقين متقاعدين من الجيش الروسي، بالإضافة إلى اللي عليهم أحكام بالسجن وعليه تجنيد، يقول له نفذ التجنيد في مع فاغنر وننهي محكوميتك. اللي عليه حكم سنة سنتين 3 سنوات، يعني أمور بسيطة، وعليه تجنيد صار ينفذ التجنيد في مع فاغنر. طبعا فاغنر توسعت عملياتها خارج روسيا بشكل سريع، اشتغلت بأفريقيا، اشتغلت مثل ما قلنا بسوريا، واشتغلت بالقرم وكذلك أوكرانيا، إلى أن بدأ قائدها يصرح تصريحات ضد وزارة الدفاع الروسية. اتهم بريغوجين اللي هو قائد فاغنر، اتهم وزارة الدفاع الروسية بأنها منعت الذخيرة عن قواته، بينما كانت قواته تقاتل بشراسة وسقط الكثير من القتلى بسبب عدم إيصال الذخيرة، وأن في فساد في وزارة الدفاع، وأن حصرت قواته ولم يعني تنقذ وزارة الدفاع أو الجيش الروسي. وبدأ شوي شوي يتهم وزارة الدفاع ووزير الدفاع ورئيس الأركان والقوات الروسية، بدأ يلقي باللائمة عليهم. بدأ الأمر يعني خلينا نقول يعني مو طبيعي، لكن بدأ الأمر مقبول لما ينتقد يعني مسؤولين. هذا الأمر يعني مسموح فيه، خلينا نقول في نظام بوتين مسموح فيه مسؤول ينتقد مسؤول، لكن تنتقد إلى الأعلى هذا غير مسموح فيه. إلى أن أصبح ينتقد بشكل لاذع
وزير الدفاع، وبعدين نشر صور وألمح أول شيء إلى التمرد أمس، ونشر صور وقال أنا تم ضرب قواتي من قبل القوات من قبل الجيش الروسي، وبدأ عاد هني أعلن التمرد، وقال ما راح أوقف لين يأتي وزير الدفاع ورئيس الأركان، وسأذهب إلى تصفية أو تنظيف الجيش، وأطلق تصريحات من هذا القبيل. حتى هذه التصريحات كان بوتين ساكت، وما حد كان متوقع شنو موقفه أو شو اللي صاير شو اللي حاصل. دائما بوتين ما حد يتوقع خطواته لأنه قليل الكلام، وحتى إيماءاته وحركاته ما تبين، يحرص عليها أنه ما يبين لغة الجسد ولا يعني ما حد يقدر يتكهن شنو راح يسوي، او هل هو زعلان راضي، يحاول انه دائما يكون ما يبين شيء على حتى ملامح وجهه. المهم انه تقدمت او طلعت قوات باغنر من اوكرانيا ودخلت روسيا وسيطرت على مدينه مهمه هي روستوف. مدينه روستوف فيها مقر لوزاره الدفاع، راح قائد قوات باغنر واحتل المكان هذا وقعد مع نائب وزير الدفاع، وادعى ان رئيس الاركان كان موجود وهرب لما قربت انا، وقال اذا تبوني اوقف لازم ياتي وزير الدفاع ورئيس الاركان يتفاوضون معاي هني، واحتل المدينه وسقطت المدينه بعده ساعات بدون اي مقاومه. هذه المدينه مهمه لانها تبعد يعني قريبه من الحدود الاوكرانيه، وتعتبر نقطة إمداد للعمليات الروسية في أوكرانيا، فهي يعني الإمداد يمر فيها ومهمة استراتيجيا، بالإضافة إلى أنها تعتبر العاصمة العسكرية لروسيا، منطقة يعني مهمة جدا، سيطر على المطار، سيطر على كل مكان، وظهرت مقاطع وهو قوات تحاصر مراكز الشرطة مثل ما قلنا من دون أي مقاومة، فسقطت بسهولة كبيرة. بعدها طلع بوتين وألقى خطاب واتهم بالخيانة، واتهم قواته بالخيانة، وناشدهم أن يتراجعون ويسعون إلى القبض عليه مثل ما حصل بمجلس الأمن الروسي، دعا لنفس الأمر. طبعا كل المؤسسات الحكومية الروسية وقفت مع بوتين ضد باغنر وضد قائد باغنر، واعتبر وتوعد بوتين أنه راح ينتقم منه. إنزين، ما هي دواعي باغنر للتمرد؟ لازلت أعتقد بالكلام اللي قلته قبل عدة أسابيع أن في لعبة استخباراتية للإطاحة بروسيا أو بضرب روسيا من الداخل. إذا تذكرون قبل مدة تكلمنا عن ميليشيات ثنتين اشتغلت ضد روسيا وأرسلت، هم عبارة عن مقاتلين روس، وأرسلوا طائرات مسيرة، وبعضها وصل إلى مقر الكرملين، وحطوا مقاطع لهذا الأمر، واستمرت إذا تذكرون قلنا تضرب في أحياء راقية تستهدف نخبة الشعب الروسي، وذكرت وقتها أن يبدو أن بدأ اللعب الاستخباراتي لمحاولة الإطاحة بروسيا من الداخل. أعتقد أن الأمور لا تزال في هذا الإطار. هل تم تزويد قائد باغنر تضليله بمعلومات مضللة؟ هل تم شراءه هو وقواته؟ هل تم إقناعهم أن سيتم دعمكم للإطاحة ببوتين؟ هذه كلها احتمالات واردة. هل اكتشفوا فيه نزعة للانتقام؟ هل وصلوا له معلومات أن أنت سيتم القضاء عليك لأنك أنت صرت تهدد وزير الدفاع أو وزارة الدفاع الروسية أو الجيش الروسي؟ أو هل بالفعل هذا الأمر استشعره هو؟ حتى الآن الأمور يعني لم تتضح. عادة روسيا أي عمل يحصل ضدها تنشر أو تتحدث عن معلومات حول أهداف هذه التحركات. كل ما تحركت أوكرانيا قالت تهدف أوكرانيا إلى أن تعمل كذا، تحركات الأمريكان قالت تهدف تحركات الأمريكان إلى كذا، يهدف حلف الناتو إلى أن يهدد روسيا، يهدف دائما تتكلم عن الأهداف، وكثيرا ما تتكلم، ما أقول غالبا أو دائما، لكن كثيرا ما تتكلم بشكل يعني صحيح.
تقول الكلام الصحيح او يعني خلينا نقول الدوافع الحقيقيه للاطراف اللي ضدها. هالمره صرحت روسيا عبر بوتين ووزاره الدفاع والكرملين وايضا الكونغ عفوا البرلمان الروسي، لكن دون الاشاره للاسباب اللي دفعت فاغنر او قائد فاغنر لهذا التمرد. طبعا قائد فاغنر بدا تدريجيا، اول شيء بدا يستهدف وزير الدفاع ورئيس الاركان، بعدين لما صرح بوتين واتهمه بالخيانه يعني ما حط له مجال وتوعد بان يعاقبه عقاب شديد، صرح هو قال ما راح نوقف الا بموسكو وقريبا سيكون لنا رئيس جديد، يعني استهدف الرئيس هالمره. زين، الاحتمالات هي ثلاثه. الاحتمال الاول ان يصل الى موسكو ويطيح بوتين، وهذا احتمال ضعيف لكن يعني قد يكون موجود اذا كان في دعم داخلي لهذا التمرد، يعني في جهه داخل موسكو تدعم هذا التمرد وهو يدري ومنسق معاها، فممكن يتمكن من الوصول ويعني ويطيح بوتين. الغرب تكلموا عن ان المفصلي في هذا الامر هو ولاء الحرس الوطني الروسي، اذا صار ولاء الحرس الوطني الروسي لباغنر فسلم على بوتين، واذا صار مع بوتين سلم على باغنر. فالقوات يمكن اللي راح ترجح الامر هي القوات الاقوى والاشرس داخل موسكو اللي هي الحرس الوطني. هذا حسب تصريحات يعني الغرب. صرحت ايضا اوكرانيا ان هذا العمل هو مجرد بداية، نائب الرئيس الروسي، وهذا امر يعني مريب، انت شلون تصرح بهالشيء؟ يمكن انت فعلا تملك معلومات لذلك صرحت بهالشيء، عارف ايش راح يصير، يمكن انت تبتبين ان احنا عارفين ايش يصير وان هذا خاين عشان تزيد النار حطب وعشان يعني ما تحط خط رجعه، ما تحط خط رجعه او تترك مجال للصلح بين الطرفين لان كلهم خصومك. كل الاحتمالات وارده، ما نقدر نقول ان هذا التصريح هدفه يعني محدد، ما نقدر نحدد هدفه خصوصا احنا في حاله حرب بين روسيا واوكرانيا، فيعني قد تكون الخدعه وارده. ايضا تصرح الرئيس الاوكراني ان هذا اللي يحدث في روسيا دليل على ضعف روسيا وان هذا لن تتعافى منه روسيا، وروسيا مقبله على حرب اهليه، وان هذا سيدعو روسيا للانسحاب من اوكرانيا. قد يكون هذا هو الهدف الاستخباراتي، ومثل ما قلنا احنا يمكن في اختراق استخباراتي ان روسيا تنشغل داخلها على الاقل تنسحب من شو اسمه من اوكرانيا. هذا مثل ما قلنا الاحتمال الاول اللي طاحه، نرجع لاحتمالات ثلاثة، الاحتمال الاول اللي طاحه ببوتين، الاحتمال الثاني ان يبقى قائد باغنر مع قواته اللي تواليه بشكل يعني بشكل كبير جدا توصف بانها اقرب للعبادة، بان يبقى هو وقواته في روستوف واللي مسيطرين عليها هم اصلا ويحصلون تحصينات جيدة وهم اصلا قوات يعني محترفة في القتال، فيصعب على الجيش النظامي اللي هو اقل منهم كفاءة ان يخترقهم على الاقل بعد فترة قريبة، فيبقون مسيطرين على هالمنطقة فترة طويلة تزعج روسيا وتغير مسار العمليات اللي لا زال حتى الان يدعي الطرفين ان المسار ما تأثر. فاغنر يقول احنا ما أثرنا على مسار عمليات في أوكرانيا، وكذلك روسيا قالت احنا عملياتنا في أوكرانيا لم تتأثر وما زالت مستمرة. فالاحتمال الثاني أن يبقى في روستوف ويسيطر عليها وتبقى يعني حرب طويلة بين طرفين. الاحتمال الثالث أن يبقى الاحتمال الثالث اللي هو 50% هو، والاحتمال الثاني 50% 50%، أنا ما رجح الاحتمال الأول، أرجح الاثنين أكثر، أن يتم سحق قواته ويتم إنهاء التمرد، وفي مرحلة من مراحل الضغط راح أصلا تتطشر القوات.
وتتبعثر، اللي يهرب واللي ينسحب واللي لما يشوفون الهزيمة أو الضغط أو الحصار أو ما إلى ذلك، فيعني تنتهي عملية التمرد. أعتقد أن هذه السيناريوهات الثلاثة هي الأرجح، أو هي السيناريوهات اللي يعني اللي ما في غيرها. أرجح اثنين من الثلاثة بنسبة 50% 50%، اللي هم الثاني والثالث. الأول ما أرجحه، اللي هو سيطرة باغنر على موسكو، ويبقى احتمال وارد مثل ما قلت حسب الدعم اللي من داخل، لكن تاريخ التمرد يبوء بالفشل. ومن سنة 1917 تحصل محاولات للتمرد وانقلاب وما إلى ذلك، غالبا ما تنتهي إلى حروب أو صراعات داخلية طويلة، أو مثل ما حصل سنة 91 حاولت المخابرات الروسية الانقلاب على الرئيس غورباتشوف 3 أيام، وبعدين انهارت المحاولة ولم تتمكن من الانقلاب عليه. المهم انه بلد يعني سيطرتها الأمنية كبيرة، تحصل محاولات تمرد مثل ما قلنا قديمة، يمكن بحكم سلوكيات او نفسيات الشعب الروسي، بحكم الثقافة خلينا نقول النفسية وما الى ذلك، يمكن صراع زعامة، يمكن ايا كان. المهم انه غالبا تبوء بالفشل بسبب القبضة الأمنية للنظام اللي ما يسمح بهذه الأمور. مؤدى هذا الأمر بالتأكيد وبوتين عن داخلها أنه متماسك وقبضتها تمام وقواتها هي الأقوى، لكن من الصعب جدا أيضا أن يعني هز صورة بوتين، خصوصا وأنه يحاول يظهر صورته بأنه مسيطر على الأمور والأمور مستقرة وغير متأثر أو عابئ بما يحصل بأوكرانيا، وإحنا ضاغطين أوكرانيا ومو مهتمين. متى ما قرروا يخضعون مع يعني نتفاوض معاهم، إذا ما خضعوا نتم ضغطين عليهم وإحنا مو متأثرين، هذه الصورة ستهتز. وهناك الآن من يهدد أمن روسيا، وهناك أعمال يعني داخلية تهدد بفوضى وربما حرب أهلية أو حرب شوارع داخل روسيا. يعني كل هذا هز صورة بوتين وهز الصورة اللي حاول تنقلها روسيا، أن تصمد قوات قوامها 25,000 اللي هي باغنر أمام ثاني أقوى جيش في العالم اللي هو الجيش الروسي. شلون راح تكون المواجهة؟ صعب جدا تكهن. متى ستنتهي؟ أيضا صعب جدا. اللي يعني الأقرب أنها ستكون طويلة، وستكون طبعا ضربة قاصمة لظهر بوتين وروسيا، وتحول بالتأكيد دراماتيكي الأحداث، تحول سريع جدا لم يتوقعه أحد، ربما يغير مسار الأمور، يمكن مثل ما غيرت روسيا مسار الأمور في العالم كله، ربما هذا الحدث أيضا يغير مسار الأمور في العالم كله، يضعف روسيا كقطب يحاول منافسة أمريكا، فترجع سيطرة أمريكا مثل قبل، ويعني غير الكثير من الأحداث والأمور. ننطر نتابع نشوف شنو بيحصل، وبعدين تكون وقفة أو تفسير وتوقع لما سيحدث.